صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صحينا من النوم وكتبت اهم 3 حاجات عايزة اعملهم النهاردة. النهاردة هاخدكم في مكان كده عندي محتفظة فيه بسر رهيب. النهاردة هقول لكم على السر الرهيب اللي انا مخبيه. بس قبل ما اخدكم معايا واوريكم الحتة السيكريت دي، النهاردة افتكرت فيديو كنت شفته زمان من فترة لنملة على ورقة، والشخص اللي واخد الفيديو راسم حوالين النملة، راسم بالقلم على ورقة حوالين النملة دايرة. فالفيديو في فيديوهات كمان زيه لحشرات تانية، حاجات صغيرة زي اعتقد حشره كده من اللي هي زي اللي بتيجي من الزرع، زي الهموش، زي البرغوث، حاجه كده صغيره وعلى الورقه، والشخص اللي واخد الفيديو راسم دايره او يرسم لها خطوط، وكل ما يحط لها خط تبص للخط ده وما تعديش وتبعد عنه وتروح تدور على حته تانية مع ان ده مجرد خط. وده بقى فكرني بحاجة موجودة فينا احنا البشر، اننا احيانا ما بنقدمش على حاجة او ما بنعملش حاجة لاننا خايفين. خلوني اخد بق مية واقول لكم. الخوف بالانجليزي يعني fear، F E A R. زيج زيجلر له تعريف ظريف قوي قوي للخوف، وبيستخدم نفس الحروف fear، F false، E evidence، A appears، R right. fear معناها false evidence appears right، يعني دليل خاطئ يبدو صحيحا. تعالوا نستوعبها كده ونفنطها شوية شوية واحكي لكم قصة. ما احنا بنتعلم من القصص ومن التجارب. من حوالي 15 سنة اخدت مامتي ورحنا الجيم. كنت انا بروح الجيم، جيم للسيدات، بروح مرتين في الاسبوع العب ايروبكس، ومرتين او مرة لا مرة بلعب سباحة، بعمل سباحة. وخدتها معايا للكلاس بتاع الايروبكس، وجت معايا وعملت واستمتعت جدا جدا وانبسطت جدا جدا من الكلاس اللي احنا عملناه. فلما جه معاد الكلاس التاني بقول لها يلا، قالت لي لا روحي لوحدك انا هقعد هنا. ليه؟ في ايه؟ قالت لي لا، ما هو الناس هتقول عليا ايه لو عرفت ان انا بروح الجيم في السن ده. قلت لها يا ستي محدش هيقول حاجة، وبعدين ليه اصلا نعرف الناس احنا رايحين فين وجايين منين، انا وانتي وبس، وهنروح بالعربية بتاعتنا ساعة ونرجع، لا محتاجين نقول لحد ولا محتاجين نعرف حد ولا اي حاجة. لا 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 لا، لا. طب لو حد شافنا؟ قلت لها شوفونا ايه، احنا رايحين جيم ومكتوب عليه بالبونت العريض جيم، لا مكتوب عليه ان هو صالة كباريهات ولا حاجة وحشة. وبعدين ده للسيدات فقط، النادي كله للسيدات فقط، وبندفع فلوس كتير عشان هو للسيدات فقط. فقالت لي لا 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 لا. قلت لها يعني، فجوزي حتى تدخل وقال لها بص يا طنط، مش حضرتك عندنا هنا هو، وانتي معتبراني راجل البيت، انا بديكي البرميشن والسماح، روحي مع حنان واعملي الكلاس بتاعك وتعالي. لما زنقنا عليها في النقطة دي راحت بقى قايلة حاجة تانية، لا وبعدين انا ادخل وسط الستات 10 اناطير شحم وعشرة لحم زي ماري منيب في الفيلم، وميمي شكيبي يجي لها مدرب المساج ومش عارف ايه والكلام ده، وابقى وسط الستات. فقلت لها على فكرة انتي وزنك كان من اقل الستات اللي موجودة في الجيم،
وكان معانا ناس وزنهم اكتر مننا بكتير، وحالتهم الصحية اصعب مننا بكتير، ولياقتهم البدنية يعني اوحش من لياقتنا البدنية بكتير. وبعدين حاجة تانية كمان، الكلاس ايقاعه سريع، لا انت حد هيشوفك ولا حد هيبص عليكي، ومحدش اصلا مشغول غير بنفسه. لا 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 لا، انا مش رايحة، يعني انا مش رايحة. كان جواها خوف، والخوف ده عبارة عن دليل خاطئ يبدو صحيحا، خوف من كلام الناس، مع ان مفيش دليل على ان اي حد هيعرف المعلومة دي هيقول علينا حاجة وحشة، او دليل ان في حد له الحق انه يتدخل في حياتنا، او ان الستات التانية هتبص علينا وتقول ده احنا تخان ومبعجرين وحالتنا حالة، او هيبصوا علينا ويقولوا ده احنا لياقتنا البدنية مش كويسة. كلها ادلة خاطئة مخنا صور لنا انها صحيحة، زي النملة ولا الحشرة دي اللي على الورقة البيضة، اللي لما شخص ما رسم لها دايرة افتكرت انها محبوسة جوه الدايرة، ما تقدرش تطلع من الدايرة دي. انا بخاف قوي من الموضوع ده على فكرة، بخاف، شايفين؟ عشان كده ازاي اتغلب؟ ان انا قررت بيني وبين نفسي ان انا كل فترة اعمل حاجة اسمها رياليتي تشيك، يعني اشيك على الوضع اللي انا فيه، هل في شيء امر فعل انا خايفة منه وخايفة انه يؤثر عليا، او في حائط حاجز منعني من ان انا اعمل هذا الشيء؟ في كذا، ايه الدليل عليه؟ ايه الدليل على ان هذا الامر حقيقي وان خوفي ده في محله؟ 1 2 3 4، ابتدي بقى ادور بقى في الدليل. هل انت دليل حقيقي فعلا، ولا انت دليل خاطئ تبدو صحيحا؟ اسهل حاجة ان احنا نقعد نسأل اسئلة ونعمل سيناريو. انا عايزة اتعلم شيء، لا، او عايزة اعمل شيء، لا، الناس هتقول عليا ايه؟ مين هم الناس؟ فقطوا كده الناس، عارفين في الحسابات يقول لك فقط لي المبلغ 1500 جنيه و98 قرش فقط لا غير. اكتبي كده لستة بكل الناس اللي انت حط اهمية لرأيهم فيكي لو عرفوا ان انت مقدمة على هذا العمل، وفقطيهم كده، فلان وفلان وفلان وفلانة 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 وفلانة. والليستة دي بقى رجعي غربي ليها، مين في الأهمية الأولى أحطهم، مين في الأهمية الدرجة التانية أحطهم، مين في الدرجة التالتة أحطهم، مين تأثيره أقوى على حياتي، فلان وفلان وفلان. طب دول رأيهم إيه؟ أنا متصورة إن ده رأيهم، طب خليني بقى اسالهم. لو حصل ان في سيده في عمرها كذا ووضعها كذا ومش عارف ايه واقدمت على هذا الفعل، تقول ايه عنها؟ رايك ايه فيها؟ رايي كذا وكذا وكذا وكذا. طب ليه؟ طب عشان ايه؟ ويمكن يطلع والله دي ست شجاعه جدا، ده بالعكس ده انا بحترمها جدا جدا، ده ست هايله انها في السن ده فكرت انها تعمل كذا، او دي بنت هايله رائعه انها فكرت انها تعمل كذا وكذا وتبني نفسها وكذا وكذا وكذا، whatever، ما عنديش امثله دلوقتي اقولها. اقول لكم مثال، لا جالي مثال، وانا ابني صغير، وانا طبعا كنت بشتغل، فوديته لسيدة بتستقبل أطفال في البيت. السيدة كانت لطيفة جدا جدا وجميلة جدا جدا ومجتهدة، وكانت بتحب الأطفال وعندها مجموعة من الأطفال، وابني كان عنده في الوقت ده 9 شهور. ولاحظت ان هو بيحب قوي الست دي،
وما يروح الصبح ما بيروحش معيط، بالعكس ده بيحضنها ويبوسها ويلعب ويدخل كده يلعب مع الأطفال ويعمل لي باي باي ويمشي وهو عنده 9 شهور. في فترة كده ما تفهموش بقى، يمكن غيرة يمكن خوف، أنا مش عايزة ابني يحب أي ست في الدنيا أكتر ما بيحبني أنا، ده أنا أمه، ده أنا كنت هموت عشان أخلفه، ده أنا طلعت عيني فيه، ده أنا كذا ده أنا كذا، إزاي يحب الست دي أكتر مني؟ شفتوا؟ أنا خايفة، خايفة إنه يحب أي حد تاني أكتر مني. فابتديت مع نفسي كده أفكر مين درجة الأهمية القصوى؟ طبعا ابني. ايه اللي انا خايفة منه؟ انه يكون بيحب الست التانية اكتر ما بيحبني. في ايفيدنس؟ هل في دليل؟ لما بيدخل بيبقى مبسوط الصبح، كل الاطفال التانية اسمع انهم بيعيطوا ويبقوا مش عايزين يسيبوا باباهم ومامتهم ويعيطوا ويتشحتفوا ومش عارف ايه، وهو رايح فرحان. قعدت فكرت بقى ايه الادله غير كده. طيب هل انا لما برجع عشان اخده بيبقى زعلان انه هيسيب المكان ده؟ لا ده بالعكس، ده بيبقى فرحان قوي ان هو شافني. طيب هل لما بيجي يدخل اوضته بيبقى متضايق؟ ده بالعكس، ده بيروح يدور على العابه كانه محروم منها كانه ما شافهاش. فحسيت ان الخوف بتاعي ده ملوش اساس، وسالت بقى نفسي سؤال، هل انا هبقى سعيده لو انا وديته عند مربيه هو ما بيحبهاش؟ هل انا ابقى سعيده لو ابني ادالي كل يوم نص ساعه من الوقت المتازم اللي بيعيط فيه، اللي بيقول لي اللي زعلان وخايف ومش عايز يسيبني والكلام ده؟ لا طبعا. هل انا هبقى مرتاحه نفسيا وانا في شغلي 8 9 ساعات ومش مطمنة على ابني؟ لا طبعا. واو، الخوف اللي جوايا ده ملوش اي اساس. طيب فلنفرض ان احنا عملنا الاناليسيس ده واكتشفنا ان في خوف ما له اساس، نعمل ايه؟ اقول لكم، ناخد كل دليل او كل عقبة من اللي جوه الخوف ده. زي مثلا انا عايزة اقدم في وظيفة، لا ده اصلا انا مش مستعدة ليها. ليه مش مستعدة ليها؟ ايه متطلبات الوظيفة؟ 1 2 3 4، ايه اللي عندي؟ كذا وكذا وكذا وكذا. ايه اللي مش عندي؟ كذا وكذا وكذا وكذا. طيب اللي مش عندي ده، هل انا فعلا محقة ان المهارات دي مش عندي؟ ولا انا متصورة انها مش عندي؟ اعرف ازاي؟ اروح اسأل حد بيشتغل معي، اسأل شخص، اسأل زميل، اسأل زميلة، هو انا بعرف اعمل كذا كذا كذا، هو انا عندي المهارة كذا كذا كذا. مش شرط اقول انا مقدمة على ايه، ومش شرط اقول خطتي ايه، ومش شرط اقول اي حاجة من الحاجات دي، ولكن ان انا اسأل. لا والله بالعكس، انا شفتك وان انت عملتي كذا، شفتي فاكره يوم ما عملتي التقرير عن كذا، فاكره يوم ما خلصتي كذا، فاكره يوم ما عملتي كذا. وابتدي امسكهم، امسك الادله دي وفنطها، الحقيقي منها افكر فيه، هل بيمنعني ولا بيمكنني؟ لو بيمنعني ازاي اتغلب عليه؟ ايه الخطوه اللي دلوقتي اعملها اللي هتخليني امسح حتة من الدليل ده؟ كأن أنا بكتبة كده وبالقلم وبالأستيكة بمسحه. أكتر حاجة حسيت إنها أحيانا بنخاف منها كلام الناس من ناحية ونظرتهم لينا، والناحية التانية إن أنا مش قد هذا الشيء. وده بيسموه في علوم الإدارة إمبوستر سيندروم، كأن أنا مدعي. أنا ما كتبت، أنا مثلا لما جيت أكتب كتاب طفولة بلا زوابع قعدت أكتب فيه فترة طويلة، يمكن من 2011 وأنا ابتديت فيه وأكتب فيه، ومع ذلك كنت مترددة جدا جدا إن أنا
انشره او انزله او اي حاجه، واكتفيت بشويه مقالات هنا وهنا وهنا. والمقالات للاسف بتضيع، بتتنسي، بتتنشر في مجله في بلد ما، وبعد سنين ده انا اصلا انا نشرت مقال مش عارف ايه في سنه ايه. فقعدت فكرت كده، قلت هو انا ايه بالظبط اللي مخوفني؟ ان انا بدعي، ان انا بدعي ان انا ام كويسه، ان انا بدعي ان انا ربيت كويس. لغايه الاجازه اللي فاتت، وقريبه من قريباتي بتقول لي حنان انا لما بشوف ولادك انا بحس ان انا ام فاشله. انتي فعلا عرفتي تربي، انتي فعلا يا زين ما ربيتي. فقعدت قلت ياه، بقى انا استنيت السنين دي كلها مستنيه فاليديشن من بره، تاكيد من بره لقدراتي وللنتائج اللي انا ممكن احققها. ليه؟ عشان فاكره ان انا بدعي، عشان في يوم اتخانقت مع ابني، عشان في يوم زعقت له، عشان في يوم عاقبته، عشان في يوم اتصرف تصرف احرجني. بس الباكج على بعضها كلها كويسه. فحسيت انه لا، انا اقدر اكتب واقدر اقول واقدر انصح، مش لازم كل نصايحي تبقى 100%. كنت بخاف جدا، الله طب افرض اديت نصيحه غلط. ده رأي، احنا بشر، واللي يتحمل تبعات النصيحة دي مش انا، الشخص اللي تلقى النصيحة وما فكرش فيها وفنطها وقرا وتأكد وحاول وجرب ونفذها وما نفعتش يروح منفذ حاجة تانية. ونزلته، كتبته ورجعته، وجبت مدقق لغوي راجعه، وصممنا الغلاف، وكلمت شركة النشر ونزلته. نزلته كمان في وقت كل الناس قالت لي لا ده الوقت كورونا ومحدش هيشتري مش عارف ايه. مش مشكلة، مش مشكلة، بس حققت اللي انا كنت عايزة اعمله. هزمت الخوف اللي وقف مكبلني فترة. انتي مين انتي؟ انتي اللي انتي متخصصة في علم النفس، ولا انتي متخصصة في مش عارف ايه؟ لا انا باحثة. ايوة انا باحثة، انا بعرف اريسيرش، انا بعرف ادور، وانا بعرف احلل وانالايز، وعندي ما يدل على ان انا عملت الكلام ده. عملت رسائل ماجستير، عملت بيبرز، نشرت مقالات، عملت كذا، رحت مؤتمرات. انا عارفة ان انا عندي المهارة اللي تخليني اكتب الكتاب ده، وعندي الخبرة اللي تخليني اكتب الكتاب ده. وحتى لو ما طلعش احسن ما يكون، عادي الطبع الجاي احسنه واظبطه، واحط فيه نصايح تانية، واعدل فيه حاجات، واحط فيه حاجات تانية، واروح اتكلم مع ناس تانية زي ما انا اتكلمت مع اصحابي ومع قرايبي ومع الناس اللي حواليا، وخدت خلاصة تجربتهم. اروح اتكلم مع ناس تانية واحط خلاصة تجربتهم برضو. التحسين موجود، بس اهم حاجة اني كسرت حاجز الخوف، لانه كان مجرد ادلة خاطئة تظهر انها حقيقية وانها صحيحة. النهاردة هاخدكم على مدار اليوم، وفي نص اليوم هكلمكم كمان على موضوع مهم جدا جدا يخص صحتنا، صحتنا كلنا. استمروا معايا وخليكم معايا، وهقول لكم على حاجة مهمة قوي. اللي فات كان مهم جدا لينا ان احنا نتغلب على اي خوف احنا حاسين بيه. كل واحد فينا، كل واحدة فينا نفسها تعمل حاجة معينة، بس خايفة، خايفة ما تقدرش، خايفة من جوزها، خايفة من المجتمع، خايفة من باباها ومامتها، خايفة من حماتها تقول ايه، خايفة من الناس، خايفة كذا، خايفة كذا، خايفة على كذا. شوفوا ايه اللي انتوا عايزين تعملوه، وايه الخوف ده، وفنطوه واكتبوه وفكروا فيه، وتأكدوا ان ده دليل حقيقي مش دليل خاطئ يظهر انه حقيقي. اشوفكم بعد شويه.